مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك أعلن عن تحديث جديد، وتحديث الناس مستغرباه شوية، وهو إنه وإنت بتتكلم مع حد على الماسنجر لو عمل سكرين شوت من المحادثة اللي بينكو إنت بتعرف إنه أخد سكرين شوت. طيب إيه اللي هيحصل؟ هل هيجيلك مثلا إشعار أو رسالة تحذيرية إنه اللي إنت بتتكلم معاه ده يعني أخد صورة من المحادثة أو احتفظ بيها؟ خلونا نفهم بالظبط إيه اللي هيحصل مع المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير عليك يا باشمهندس. إيه مسألة السكرين شوت اللي بتتاخد من الماسنجر دي؟ وأنا هعرف إزاي إنه اللي بتكلم معاه ده أخد سكرين شوت؟ و لما اعرف المفروض اعمل ايه؟ يعني هو بس مساله انه انا اعرف ده حصل ولا في اجراء هيتخذ من قبل اداره الفيسبوك؟ صباح الخير يا فندم. اهلا. اولا خلينا بس نوضح انه الخاصيه دي هتكون في بخصوص الرسائل اللي عليها توقيت للحذف التلقائي. يعني مثلا في محادثات حضرتك ما بتحذفيهاش، بتسيبيها زي ما هي، لكن ساعات ممكن تبعتي رساله تقولي الرساله دي تحذف نفسها تلقائيا بعد ما تتشاف. فدي اول حاجه خاصه بيها حكايه السكرين شوت. تاني حاجه ان دي خاصه بالرسائل المؤمنه اند تو اند انكريبشن، اللي هي لسه مش كل المحادثات بتاعه فيسبوك بتدعمها. فهي هتبقى محدده النطاق، محصوره في الحاجات اللي هي المشفره ما بين الجهازين، واللي هي المفروض تنحذف من تلقاء نفسها. فحضرتك لما بتبعتي رساله لحد وطالبه انها تنحذف من تلقاء نفسها بعد ما يشوفها، لو اخذ لها سكرين شوت هيتبعت لك اشعار انه هذا الشخص اللي انت بعتي له رساله تحذف تلقائيا عمل منها سكرين شوت فاصبحت موجوده عنده. يعني ده مختلف عن اللي حصل في انستجرام وبعدين اتلغى، لانه ده كان حصل في انستجرام انه الناس لما تاخد سكرين شوت كان بيتبعت لك وبعدين الخاصيه دي اتلغت. ما دي كانت حاصله في انستجرام على كل الرسائل. نعم. احنا دلوقتي بنتكلم على ان هي مطبقه فقط على الرسائل التي تحذف تلقائيا. حضرتك بتقدري تبعتي رساله تقولي انها تتشاف مره واحده، وبعد ما تتشاف مره واحده تحذف تلقائيا، فهي دي اللي هيحصل لها السكرين شوت. طب باشمهندس، عاوزين نعرف اهميه ده للمستخدمين ايه؟ بص، هو طبعا اهميه ده للمستخدم اللي هو بيبقى معتمد على انه الرساله ستحذف من تلقاء نفسها، انه يعرف انها ما اتحذفتش، يعني هي اتحذفت لكن هذا الشخص احتفظ بسجل ليها. نعم. فحضرتك لو بتتواصل مع شخص قريب لك او حاجه وعايز تبعت له حاجه بس يشوفها دلوقتي وما تبقاش متسجله وما تبقاش على جهازه، مش موثقه، انت عرفت ان الموضوع ده ما تنفذش. طيب انا عرفت بس ولا فيسبوك هيتاخد اجراء ما لو انا بعت له حاجه؟ لا، فيسبوك ملوش دعوه خالص. فيسبوك بكل اللي بيعمله ان بيقول لك انت متخيله ان الرساله اللي حضرتك بعتيها لاختك ده هتحذف من تلقاء نفسها، هذا لم يحدث، الرساله دي دلوقتي حصل لها سكرين شوت. طبعا ده يعني ايه، ده لو الناس بتستعمل الادوات في محلها، لكن هو طبعا في حاجه اللي فيسبوك عمره ما يقدر يعملها، ان حضرتك تكون حاطه التليفون على المكتب وتمسكي تليفون تاني وتقوم مصوراه. صحيح. فهو كده ما عرفش ان السكرين شوت دي اتاخدت. فهي فكره الاعتماد على الرسائل اللي تحذف تلقائيا دهيت، انه حد يحط عليها حاجه يبقى خايف انها تنتشر، يعني مفهوم خاطئ. بس هو زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس، هو هنا ممكن التحايل عليها بالتصوير من هاتف اخر. بالظبط كده، بالظبط كده. فيبقى احنا ما نعتمدش انه الرساله ستحذف تلقائيا، وانه لو ما جاليش اشعار انه اتعمل لها سكرين شوت انه ما اتاخدلهاش صوره، لا هو ممكن تتصور بتليفون تاني. طيب امال ايه اهميه التحديث ده يا فندم؟ لا، هو اهميه التحديث ده ان هو بيحاول انه يامن الشخص اللي بيعتمد على هذه الخاصيه، انه يبقى عارف انه لو اتعمل سكرين شوت يبقى الطرف الاخر ده يعني انتهك الثقه اللي بينهم وبين بعض. نعم. اخذ سكرين شوت. يعني هو لاتخاذ الحيطه بس مش اكتر، وفكره اللي هو يعني اعرف بعد كده او فيما بعد الشخص اللي انا بعت له ده هو شخص مؤتمن ولا لا، لو انا قلت له هتشوف دي مره واحده يبقى هي مره واحده يعني. بالظبط كده. نعم. يعني خصوصا ان بيبقى لها تداعيات في حاجات ايه مثلا، يعني ممكن مثلا ايه حضرتك تبعت لحد لوكيشن انت فيه عشان يقابلك. صحيح. مش عايز ان هو يفضل محتفظ بالرساله دهيته في اي وقت يقول فلان كان في الحته الفلانيه. فبتبعتها له مره واحده وتحذف. فكون ان هو ياخد لها سكرين شوت او يحتفظ بيها، ده انتهاك للثقه اللي بينك وبينه.
في المحادثه ده. هو مساله الاستخدام الامن للتكنولوجيا مساله يعني غايه في الاهميه، لازم كلنا ناخد بالنا بنتكلم مع مين وبنبعت له ايه، بغض النظر عن التطبيق اصلا بيحميني ولا لا. مهندس شريف اسكندر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا. يعني التطبيق برضو مهم التحديث ده، انا من وجهه نظري هعرف على الاقل الشخص اللي قدامي ده انا مامنه في حاجه، انا باعت لك اللوكيشن او انا باعت لك الرساله دي، وشايف اللي انت يعني المفروض اللي انت تشوفيها مره واحده حسب التايم اللي انا محدده وخلاص على كده، لكن انت عملت سكرين شوت انا هعرف مش هبعت لك. مساله الهواتف الذكيه والتكنولوجيا عموما خلت حياتنا كلها تكون يعني مفتوحه يعني صحيح. بشكل كبير.